السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: أجواء غير مستقرة خلال نهار اليوم وأيضا خلال الأيام القادمة في جنوب غرب المملكة وأيضا على منطقة تبوك والشمال غرب المملكة تحديدا خلال بداية الأسبوع، على أن تنتشر وتتسع رقعة تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة تشمل مناطق أخرى خلال منتصف الأسبوع، أيضا ارتفاع على درجات الحرارة في شمال المملكة ورياح مثيرة للأتربة والغبار أيضا في شمال المملكة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في أقصى شمال المملكة، أيضا انتشرت بعض الكميات من الغيوم المنخفضة هذه المرة في جنوب غرب المملكة تحديدا مرتفعات جازان وعسير، بينما خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم. نذهب الآن وإياكم لهذه الخرائط لخرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم السبت إلى يوم الاثنين، حيث يلاحظ اندفاع لكتلة هوائية ذات درجة حرارة أعلى من المعتاد في شمال منطقة البحر الأحمر وأيضا في شمال المملكة وعموم المنطقة الغربية. تعمل هذه الكتلة على ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. المنطقة الشرقية والوسطى أيضا تستمر درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، تستمر درجات الحرارة بهذا الشكل خلال بداية الأسبوع. نذهب الآن لخرائط توزيع الأمطار والحديث عن حالة عدم الاستقرار الجوي. المتوقع أن تبدأ بالتطور تدريجيا على شمال غرب المملكة اعتبارا من يوم الاثنين، حيث يقترب منخفض جوي من شرق البحر الأبيض المتوسط يترافق بكتلة هوائية باردة. هذا المنخفض الجوي بالتزامن مع هبوب لرياح جنوبية رطبة دافئة من وسط وجنوب البحر الأحمر باتجاه شمال البحر الأحمر. هذه الظروف الجوية ستعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين على منطقة تبوك، السواحل والمناطق الجبلية أيضا، حيث تهطل زخات عديدة من الأمطار اعتبارا من ساعات ظهيرة وعصر يوم الاثنين، تكون غزيرة في بعض النطاقات، تعمل على جريان الأودية أيضا. خلال الأيام القادمة أي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء يتوقع أن تتسع رقعة تأثير حالة عدم استقرار الجوي هذه لتشمل عموم منطقة وسط وجنوب البحر الأحمر وتشمل مدينتي جدة وينبع اعتبارا من النصف الثاني من الأسبوع القادم. نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع حبات الرياح المتوقعة من يوم السبت إلى يوم الاثنين، حيث ومع اقتراب المنخفض الجوي من شرق البحر الأبيض المتوسط تبدأ المملكة أو شمال المملكة تحديدا تتعرض لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار، وبالتالي تتدنى الرؤية الأفقية خلال يومي الاثنين وتشتد يوم الثلاثاء. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية ومستقرة 11 درجة مئوية فقط مع نسب رطوبة عالية نوعا ما. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة درجات الحرارة تستقر حول 23 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.